مش هكمله. لا هكذا راح تشوف انا حاكمه هو تحب نحكمه في الوسط نحكمه لازم تحط لا هكذا بالمدد يا حبيب الله بالمدد يا نبي الله بالمدد يا رسول الله مرحبا بكم أيها الجمعة المبارك في هذا اليوم الدراسي الذي يعني قرب نشر علينا بمناسبة وفاة وانتقال أحد أقطاب العلم الإسلامي وأحد أقطاب كذلك المؤلفين في علم التصوف وفي العلوم الإسلامية الأخرى ألا وهو أبو عبد الرحمن السلمي يدور هذا اليوم الدراسي أو هذه الندوة تدور في محاور خمسة أول محور يقدمه الأستاذ إبراهيم آيت زيان حول بيوغرافيا مختصرة للسلم رحمه الله ثم يخطب العبد الطريف في مداخلة تحت عنوان ملامة فتوة عرفان على خطأ أبي عبد الرحمن السلمي كمقدمة عامة عن إشكاليات ودروس وراثة أبي عبد الرحمن السلمي. ثم نبتدي في المواضيع الأكثر زخما من الناحية العلمية، ويبتدئ الأستاذ الدكتور ياسين بن عبيد من جامعة الصيف بمداخلة بعنوان السلمي محدثا. تعقبه الدكتورة رشا الواضح من جامعة الجزائر الخروطة حول التأويل العرفاني للقرآن الكريم عند أبي عبد الرحمن السلمي، وتختم الندوة الدكتورة شفيقة الرحيم الزميلة يعني الباحثة في مركز أبحاث المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت بعنوان رؤية تقويمية للمتصوفة لدى أبي عبد الرحمن السلمي، ونتمنى لكم يعني أمسية يعني مفيدة. وبارك الله فيكم على المشاركة. ويبتدئ يعني سيدي إبراهيم بكلمة الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأستاذ السيد محمد عقبي على مقدمته الشيقة، فقد شوقنا لمعرفة المزيد على هذا الإمام الذي كان مؤسسا للتصوف العلمي، وخاصة بتأليف أو باختراع منهجية جديدة في طرح أفكار التصوف. فنرى الإمام عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي دائما ينقل دائما ما قاله السلف الصالح، والسلفه من السادة الصوفية، ويتكلمون أو من كلام حول مسائل متعددة، فنراه يخترع مثلا تفسيرا جديدا جمع فيه كل أقوال المتصوفة وبنى على وفق المصحف الكريم. مقدمة أو محاضرتنا اليوم تكون على خطى أبي عبد الرحمن السلمي، ترجمة موجزة في ذكرى ألفية وفاته رحمه الله. ويسرنا في المكتبة الفلسفية الصوفية أن نطرح عليكم مجموعة من الكتب، وهي تتمثل في عيوب النفس ودوابها والأربعون حديثا في التصوف والتفسير الصوفي لسورة يوسف. فكما ترونها في مقدمة أو في على عتبة هذه القاعة المباركة، نطرح عليكم هذه الكتب لتستفيدوا منها.
يقول الإمام علي عليه السلام: العلم نقطة كالطرح الجاهلون. لم يكن القدامى يكثرون من ليل الكلام من أجل إيصال العلوم والمعارف، بل كانوا يرمزون ويفهمون عباراتهم بما تجد به أمهات الحروف من معاني قائمة بذاتها. تناقلوها كابرا عن كابر، وإنما احتاج إنسان الربوط أن يشرح ويطول التبيان والتفصيل والتمثيل من أجل تذكير الناشئة الراغبين في تلقي السمع والعلم وشحذ همامهم وصقل إراداتهم بمعارف يتطابق فيها العلم والمعلوم، رجاء أن تحصل ثمرة ويبلغ المأمول. هذه العجالة هي تذكير بأحد أعمدة الصوفية في أوائل القرون الخيرة، وهو عبد الرحمن السلمي، يزين الحديث عن بياض أجواء مدينة الجزائر المحروسة بإذن الله كما ألقى عليها السيد عبد الرحمن الفعالي. ولما كان السلمي في غالب أحواله لم يكن إلا ناقلا عن الأولياء من السادة الصوفية ومؤسسا لذلك علوم القوم، حسن بنا أن نستفتح اللقاء بعناية كلمات مفتاحية من قصيدة الشيخ العلوي قدس الله روحه، التي جمعت في أبياتها أسماء سلسلة الذهب من السادة الأولياء، سماها إغاثة المستغيثين برجال الله الصالحين. وكما كانت تلقى عليكم على مسامعكم الكريمة، فقد كانت من سماع الإخوة العلويين في طريقة إلقائهم لهذه القصيدة كانت من أروع ما يكون. أيا ربي سألناك النجاة لأهل السلسلة إيادا منا. فهذه الاستغاثة أجمل ما فيها أنها تجمع الأولياء من كل قرن إلى زمن الشيخ العلاوي ومن بعده إلى أيامنا هذه. فالقارئ لهذه القصيدة والمستمع لها وكأنه يستحضر كل هذه السلسلة الذهبية التي تربط الخلف بالسلف وتربطنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فأكرم بها من إغاثة وأكرم بها من قصيدة، فلا بد من إمتاع الأسماع دائما بمثل هذه القصائد التي تغذي الروح وتربط الآخر بالأول، وتجعلنا في حلقة كلها ذكر وكلها ولاء وكلها وصل ووصال برسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل الآن في تعريف مقتضب أو مختصر للإمام أبي عبد الرحمن السلمي، فنذكر في ميلاده ونشأته. ونسبه الشريف هو أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن حسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن راوية بن سعيد بن قبيصة بن سراقة الأزدي، أبا من أزدي بن شنوها، وهو أزدي بن غوث بن ثبت بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبقة. واشتهر أبو عبد الرحمن السلمي بنسبته إلى سليم، وهي قبيلة والدته، فهو حفيد الشيخ أبي عمرو إسماعيل بن نجيب بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السلمي نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر، وهي قبيلة مشهورة. وقد حضنه جده لأمه هذا بعد انتقال والده زاد بن التجرد إلى جوار الرمل، ونشأ في حضانته حتى نسب لقبيلته سليم وهي قبيلة والدته. ولد أبو عبد الرحمن السلمي بمدينة نيسابور يوم الثلاثاء العاشر من جماد الآخرة سنة 325 هجري الموافق ل 25 من شهر أبريل سنة 937 ميلادي. كان والد السلمي رحمه الله شيخا ورعا زاهدا دائما مجاهدا، له قدم في علوم المعاملات، وقد صحب كبار الشيوخ المنماتية في خراسان مثل أبي المنازل وأبي علي الثقفي، وكان له بدوره تلاميذ منهم أبو عثمان الحيري. ولم يكن أبوه رحمه الله موسعا في رزقه، ولم يمنعه ذلك من البذل والعطاء مع التوكل التام، إذ يذكر الجامي أنه لما ولد أبو عبد الرحمن باع ما عنده وتصدق به، وذلك من شدة الفرح شكرا لله. ويقول عنه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: قلما رأيت في أصحاب المعاملات مثله. وقد اشتهر أبو عبد الرحمن كما قلنا بنسبته إلى قبيلة والدته أكثر من اشتهاره بنسبته إلى قبيلة والده، والسبب ذلك راجع إلى
إلى الشأن الكبير الذي كان للسلميين وهم أهل الثروة والجاه آنذاك. انتقل السلمي بعد وفاة والده حوالي سنة 340 إلى كفالة جده أبي عمر إسماعيل بن جيل، ونشأ الفتى في رعايته بحيث رآه الناس معه في غداوته وروحات في غدواته وروحاته من وإلى حلقات العلم والدرس ومجالس التصوف. ولقد حفظ القرآن الكريم صغيرا على عادة أهل ذلك الزمن، ثم توجه إلى دراسة علم الحديث والتصوف. ولقد أخذ السلمي العلم عن أغلب شيوخ نيسابور، فمن شيوخ العلم الحديث الحجة العالم أبو الحسن الدارقطني. وللسلمي معه أسئلة عن أحوال الرجال تدل على معرفته بالحديث، وهو كتاب في الجرح والتعديل. وهنا يمكن أن يفيدنا الأستاذ عن ياسين عبيد عن السلمي محدثا. وسؤالات السلمي الدارقطني من أهم الكتب التي تروي لنا سيرة الرجال وتثبيتهم أو عدم تثبيتهم، وذلك مما استفادت هو المعرفة الإسلامية من سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني. وفي التصوف أخذ أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي نصر السراج المتوفي سنة 378، صاحب كتاب الأمة، وهو من العلماء الكبار في ميدانه. وأبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري الذي لقنه وأذن له في التلقين للمريدين. وأبو القاسم النصر أبادي الذي توفي عام 367 الذي ألبسه الخرقة، وغيرهما من المشايخ. قبوله بين أهل العلم وتلاميذه. وهنا نرى أن السلمي أخذ عنه أعمدة التصوف، ولو لم يذكر للسلمي إلا تتلمذ هؤلاء على يديه لكان كافيا في التعريف به. قد رزق السلمي القبول عند الناس ما لم يرزق غيره من أترابه، حتى أقبل عليه التلاميذ والمريدون يأخذون عنه آداب الطريق وعلوم القوم وهو يومئذ راوي أخبارهم ونقي آثارهم. قال عنه الخطيب البغدادي في معرض الدفاع عنه في كتاب تاريخ بغداد: قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل، ومحله في طائفته كبير، وقد كان مع ذلك صاحب حديث مجودة جمع شيوخا وتراجما وأبوابا. وبنيسابور له دويرة معروفة بها يسكنها الصوفية، قد دخلتها وقبره هناك يتبركون بزيارته قد رأيته وزرته. وهذا مما يدلنا على قيام هذه السنة في زيارة أضرحة أهل الله وأهل الصوفية والأولياء من الصالحين، وهي سنة تغافل عنها الناس اليوم. وبل نجد كثير من الناس يحذرون هذه العادة، السنة المهجورة، ويتركونها ويدعون بكل الدعاوى على من يقوم بإحيائها أو يمارسها. ويكفي في تقريب صورة القبول التي تمتع بها أبي عبد الرحمن السلمي بذكر بعض ألمع تلاميذه الذين كانوا في زمانهم أئمة هدى ورشاد. فمنهم الحافظ أحمد بن الحسن بن علي بن موسى بن عبد الله أبو بكر البيهقي وهو صاحب السنن، وأحمد بن عبد الواحد الوكيل وهو الذي ينقل عنه صاحب تاريخ بغداد ما يرويه عن السنن، وأحمد بن علي بن حسن التوزي القاضي، وعبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني إمام عصره في نيسابور، وأبو القاسم القشيري صاحب رسالة القشيرية. والرسالة القشيرية في التصوف هي أحد أهم النصوص التي يتداولها أهل الله وأهل السيرة في التصوف. وللقشيري رسالتين جد مهمتين، وهما نحو القلوب الصغير والكبير. هي من أجود ما يكون لمن أراد أن يتعلم قواعد اللغة العربية، لكن بربطها بالتوافقات التي بين طبيعة اللغة العربية وحقيقة التربية الروحية أو ما يتعلق بعلم النفس الروحي. فكل حركة وكل سكنة وكل يرتبط بعلم قواعد اللغة، مثل ارتباطه بالتمام بعلم العدد كذلك. فالعلوم في الحضارات السابقة أو في الحضارة الإسلامية في حالوجه الخصوص لها ارتباط ولها توافقات فيما بينها. فليس كل اختصاص في العلوم الشرعية أو العلوم الإسلامية هو اختصاص قائم بذاته منفك عن غيره، بل كل علم أو كل تفصيل جزئي في مسألة المسائل
لابد من ربطه بالأصل الأصيل ألا وهو التوحيد. فكانت الفكرة التي سيطرت على الأولين أن هنالك وحدة العلوم، فكل علم أو كل تخصص إنما جاء لخدمة علم التوحيد، وهو صورة مبينة وموضحة للتوحيد أو توحيد الأحد الصمد في تلك الجزئية. فلا بد من الرجوع إلى هذه الرسالة الصغيرة في النحو أو في نحو القلوب. أعماله تآليفه، نذكر الكثير، هناك الكثير من الكتب التي ألفها السلمي، نذكر منها الإخوة والأخوات من الصوفية، آداب التعازي، آداب الصحبة وحسن العشرة، آداب الصوفية، الأربعون حديثا من مطبوعات المكتبة الفلسفية الصوفية، والاجتهادات، ونذكر أمثال القرآن، تاريخ الصوفية، جوامع آداب الصوفية، حقائق التفسير ودرجات المعاملات، رسالة في الغلطات الصوفية، رسالة الملماتية، إلى آخر من الرسائل والتعليم. وفاته رحمه الله، وكانت وفاة الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي بنيسابور يوم الأحد الثالث من شعبان سنة 412 هجري، الموافق للثاني عشر نوفمبر 1021 ميلادي، وهذا ما يوافق ألفية وفاته التي نحن في إحياء ذكراه. وصفه الحافظ ابن عبد الغفار فقال: شيخ الصوفية في وقته، الموفق في جميع علوم الحقائق ومعرفة الطريق، طريق التصوف، وصاحب التصانيف المشهورة العجيبة في علم القلب. ويقول فيه الهجويري صاحب كشف المحجوب وهو من أهم الكتب المؤلفة في التصوف، أنه كان من أوائل من كتب في طبقات المشايخ وسيرهم، وروى أقوالهم وبحث طرقهم وسلوكهم وآدابهم ومعاملاتهم وصحبتهم، وألف في أصول بعض فرقهم ودافع عن تعاليمهم وتقاليدهم بالأدلة الشرعية من كتاب السنة كما فعل في كتاب السماع. هنا لابد أن نقف على هذا الكلام للهجويري، فقد وضح فيه قيمة السلمي، أنه من المؤسسين لعلوم القوم ومن الذين دافعوا ونافقوا عنهم. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله أن يوفقنا لاتباع خطى هذا العالم الجليل وخطى العلماء والسادة أهل الله والتصوف، ونكون خير خلف لخير السلف إن شاء الله. نشكركم على حسن الاتباع. بارك الله فيك. نبدأ إذن بالأسماء ببعضها. جاء في المعجم الوجيز من إصدار الجامعة العربية المصري في مادة خص، قال: خص الرجل خصا إذا فعل الخسيس، ويقال خص النصيب قلنا، وخص الرجل خسة وخساسة حقرة ورذلة فهو خسيس، وجمعه أخساء، وهي خسيسة جمع خسائس، ويقال خص فعله وقوله ورأيه. وخص الشيء خساسة أي خف وزنه فلم يعدل ما يقابله، وخسس النصيب خسس النصيب قلله، كما جاء في ذات المعجم في مادة سامة: سما سمو وسماء على وارتفع وتطاول، يقال سامت همته إلى معالي الأمور، طلب العزة والشرف وسما في الحسب والنسب، وسما بصره إلى الشيء وسما به رفعه وأهله. فبين خساسة وتسام، وبين خلود إلى أرض الحضيض ونظر
بهمة عالية إلى سماء التعلق يدور طور الانحطاط انحطاط الإنسان الفرد عن إنسانيته وآدميته إلى طور بلوغه الشأوة والذروة في الآدمية والإنسانية. وبعد الانتباه إلى خطورة هذين الإمكانين نقطة بداية الخلاص في ذلك الإنسان أو الولد النبيل. أما الغفلة عن هذا الخطر والإهمال للعلل المعنوية الباطنية الناجمة عنها فمؤذن بخراب بنيان ذلك المسكين وبحلول الليل السرمدي على أرض فلاحته وبداية سيرورتها طوارئ. ذهب الناس وجاء النسناس، تقول العبارة الشعبية الجزائرية التي يتفوه بها المتأسف حين تنتج تلك الغفلة المتعمدة وذلك الإهمال المبرمج في أرض الفطرة من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي من لا يتحكم فيهم بعد أن فقدوا هم التحكم في أنفسهم. ومن هنا أهمية بل خطورة علم التصوف والعرفان ومادته القطبية علم السير والسلوك في بناء ما يصبو إليه كل لديه إنسان الجنان ومدائن الفرد. وهنا يجب فقط التنبيه إلى حقيقة التي دعا إليها الباري سبحانه في كتابه المنزل، ألا وهي أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، وأن النفس الإنسانية ما هي ناسوتية إلا جزئية إن صح التعبير. فمن حيثيات علم معرفة النفس المبدئية التسليم لذلك الحسن المبدئي الأصل والانتباه بعد ذلك إلى بضائع النفس المكتسبة من جراء حلولها في عالم الكثافة والضيقة. فالمشكل مع النفس ليس كامنا في طبيعتها الأولى ولا في طبائعها المكتسبة بعد حلولها في سجن الجسد المؤقت بفعل النفخ الإلهي، وإنما هو في تناظرنا عن الالتفات إليها وتعمدنا نسيان ما نعرفه منها في بواطننا وفي ما وراء المراتب الأولى لوعينا. فإن إبصار النفس يمكننا من تصحيح تعاملها مع الأشياء بما يتماشى وطبيعتها الأولى ودون الإضرار بمقتضيات ومستلزمات وجودها في الجسد، وفي هذا المستوى الضيق من الوجود ضمن عالم الكون الفساد كما أرادته الحكمة الإلهية. وعلى هذا الأساس يتوجب علينا فهم الروايات التي تشير ظواهرها إلى توخي الحذر من النفس وشراكها وتزيينها المخادع للأشياء، إذ أن المحذور الحقيقي والمخادع الفعلي هو النسيان المتعمد والإهمال المستمر للنفس ولواجب ودوام التحدث معها والالتفات إلى وضعها في تفاعلها مع حياتها في حيزها المزدوج الجسد الكثيف والحياة الدنيا معرضة للزوال الاستمرار. وضمن هذا المنطلق في مسار الرجوع بالنفس إلى مقام طهارتها الأصلية السامي، يعد اتخاذ طريق الملامة مرحلية خطوة ضمن خطوات السير نحو اكتمال الرجولة، أقصد الرجولة المعنوية والفتور، وهو من أكثر الطرق أمناً وأماناً من السقوط في مدارك وأخطر الآفات من السقوط في مدارك أخطر الآفات ألا وهي الأمراض القلبية مثل الهجر فالعمى عن عيوب النفس فالكبر. يشترط في ذلك فقط الصدق في السعي والإخلاص منه، وهو أمر يكون تحققه أسهل لمن بعد عن أعين الناس أو كان مظهره لا ينبي بما في بطنه من خلال وأسرار. إلا أن الملامتية هم في الواقع من زين الله بواطنهم بأنواع الكرامات، ولما تحققوا في الرتب السنية غار الحق عليهم أن يجعلهم مكشوفين للخلق، فأظهر للخلق منهم ظواهرهم
التي هي في معنى الافتراق، أي أظهره في مظهر الناس العاديين كما نقول. فمن أخلاق الفتى التي يبادر بها أهل الملامة ما يلي: إصلاح السر قبل التزيي بزي صالح، أن لا يطالع العبد نفسه ولا أفعالها ولا أفعالها ولا يطلب على فعله عوضا. الهجرة إلى الله بالسر والقلب، مطالبة العبد نفسه بالصدق ليشغله ذلك عن الفراغ إلى أحوال الخلق أجل، أن لا يشغله عن الله في الدارين شاغل، الاشتغال بعيبه عن عيوب الناس، اختيار الخلوة والعزلة على الانبساط والصحبة، حفظ الصدق مع الله أن يختلع فيه سواه، إسقاط العجب عن النفس جهده. وأخيراً أن يراعي العبد سره وباطنه أكثر من مراعاة قلبه، لأن السر موضع نظر الله تعالى والظاهر موضع نظر الخلق. ومن عيوب النفس التي يعمل على علاجها أهل الملامة بالأولوية العيوب التالية: اشتغالها بعيوب الناس، الاشتغال بالظواهر، عيب إظهار الظاهر، عيب اشتغالها بإصلاح الطالب، والتزين بزي الصالحين، وإظهار حالة الفقر مع الكفاية، وبدواتها كما يقول السلمي إظهار الكفاية مع الكفاية عكس الأمور، وكذلك الاقتراب بالكرامات. ومن تدرج في مدارج السالكين بهذه الكيفية الحذرة المتأنية سرعان ما يكتسب فضائل الفتوة كالنجدة والمروءة التامة واصطناع أنواع المعروف ومنع كافة أشكال الظلم والسير على قدر الضعفاء والمواساة. وهذه الخلال إذا كانت مسبوقة بقطع العلاقة المرضية المعنوية مع سائر المخلوقات مع التوجه بكلية الحق تعالى، كفيلة باستعطاف كرم الكريم واستجداء رحمة الرحيم ليدخل صاحبها في عبادة الصالحين الكاملين. وإن وجود هذه النقطة السافرة المتسترة ضمن تجمع إنساني ما ضمنة لنماء الخير والفضيلة بأفراده وتناغمهم حتى يغرسون ويبيعون بفضل الله عليهم مجتمعا كتحفة فنية تصبو كما تصبو إليه أو إلى التقرب منه اليوتوبيات الإسلامية وغيرها. فالمجتمع والفرد المخادع لا ينتج نفاقه إلا الخسائر والانهدامات المتتالية، ولا ينتهي أمره إلا إلى خراب المنطقة. ذلك ما يميز، وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر، ذلك ما يميز ويجري دور هاتين القيمتين التي خصص لهما أبي عبد الرحمن السلمي الرسالتين المرسلتين برسالة الكتوبة ورسالة المدرسة. الآن أستاذ الدكتور ياسين البلعبي. أستاذ أقول شوية الميكرو هذا طلع شوية أستاذ. الشكر على ما فكرت به
لا شكر على ما بادرت إليه والدعاء لها في قابل الأيام أن تستأنف هذا التأنيب وأن تعين النعمة والاستئناف. شكرا جزيلا سيد محمد لفريق معك ومع هذين من معرفهم من هذه الخطا. قبل أن أقترح على حضراتكم وأحد الشباب والله في دار المؤمنين أني سأمر على المادة عرضا أفقيا كما أعرف نفسي قاصر منكم يحتاج إلى وقت أطول ليستعد للموضوع وليرد من تلقيته إلى المادة خليفة وشخصية من طراز أبي عبد الرحمن السلمي. فكان بودي أن تكون المادة أقرى وأن تكون التفاصيل أكثر وفرة حتى نكون في الحديث، ولكن أعتقد وأعرف أنكم تسمحون هذا الذي أحتاجه فيكم. أنا في حقيقة الحال لا يعتاد مثل هذا المكان إلا طالب، وشأن الطالب أن يكون عارفاً. فحاولت أن أمنهج المادة التي أعرضها عليكم، فهي كمضمونها شيء من الجزاف وشيء من العابر على الأذهان يطير بأجنحته، لأنه لا يملك في حقيقة الحال من الوسائل التي بها يرسخ في أرضية الموضوع ويعطي كل تفصيل منها حقه. ففي المحطة الأولى وستكون الفقرة موجزة وقفة مع التسمية نشئنا وخا مع النساء، ثم كسرت فقرات الموضوع ثلاث مرات. تتوسط هذه المرات ثلاث الإشكالية المطلوبة لكل بحث وحيوان، ثم خلاصة. سيد محمد سامحونا عن المشكلة مع الصوت، مشكلة في هذه عادة الملاحظات المعرفة. فالتسمية وقفة لغويا عن تسمية مع النساء، كثيرا ما أسمع شخصيا من يتحدث عن هذه الشخصية الروحانية المرموقة فيقول السلم، كأنه ينزل إلى سلم، وبعضهم يقول سلم تخفيف، وغير هذين يقول غير هذا. وفيما أعلم والله تعالى أدرى أنه لن يقف أحد من أهل الذوق اللغوي ومن أهل الاعتبار الصرفي عند النسبة ويحققها. إذا كان موجود فلا علم لي به، وسأكون أسعد الناس أن أستفيد ذلك ممن له دراية بالأمر. القواعد تقول هو السلمي، أقول القواعد السلمي لأن النسبة إلى فعيل فعل، ولكن في التصور أن الذين يقولون السلمي ما أخطأوا، كأنهم نظروا إلى تقرير بدأ به وإن لم يبدأ به فقد كرسه الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات قائلا إن الأصل في الأعلام السماع ولا دخل للقواعد بذلك. فإذا انتهى إلينا السلمي بهذه الصيغة فهو صحيح، لأن الأصل فيه السماع، يعني منقول عمن تحدث به أولا. من هذه الوجهة
هي إلى السلم بالتخفيف وليست السلم والذي يقول السلم جمع على الشخص وجمع على القوام وجمع على الحقيقة التاريخية. هذا من الذوق اللغوي أحببت هذا المرور العابر. السلمي محدثان. السلمي محدثان لم يختلف في الأمر اثنان ولم يتناطح فيها عنزان كما يقال، لأن الرجل وطن نفسه في العلم الحديث توطينا لم ينازعه فيه أحد، لكن هذا لم يمنع وجود كثير من الإشكاليات سنحاول أن نقف عندها. ولكي نقف على الأمر هناك محطات يجب المرور عليها. أولى هذه المحطات الإطار المرجعي لهذه الشخصية موصولا بعلم الحديث. إطاره المرجعي يقول إن الرجل نشأ على رواية الحديث ونشأ بعد تحصيل الأساسيات من الثقافة الشخصية على الإقبال على علم الحديث لأنه سليل بيت كان معروفا بعلم الحديث دراية ورواية. فمن هنا إذن كأنه سهل عليه أن يكون في قابل إيابه من أهل الحديث ومن رواته. ثم ثانيا عاش السلمي عصرا سماه أخي وصديقي قبل قليل عصر التدوين، وهو كذلك لم يكن من المؤسسين الأوائل لعلم التصوف ولا لعلم الحديث، ولكنه كان ممن أقبل عليه إقبالا كليا في كثير من مراحل حياته. وطبعا من هنا لا ينبغي أن نهاب لفظ التخصص، تخصص في علم الحديث وإن كان شخصية توزعتها تخصصات مختلفة. فإذن عاش السلمي عليه رحمة الله عصرا كان شغوفا بعلم الحديث وكان شغوفا بعلوم الرواية بصورة مجملة، لكن لإقباله على علم الحديث شأن له صلة بتوجهاته الروحانية يعني قصد التصوف، وحلت كثير من المشكلات التي لم يصغ إليها من أقبلوا على دراسة هذه الشخصية كما سنحاول أن نذكر بعد قليل. فوطن الإمام أبو عبد الرحمن السلمي نفسه على رواية الحديث. سأقول كلاما لأنه يفاجئ إلى حد ما ولكنه صحيح، كأنه أهاب بعلم الحديث ووطن نفسه في هذه الأرضية لكي يؤسس لمشهد روحاني أساسه علم الحديث، كأنه كان يواجه خصوم التصوف الذين كانت مآقبهم على أهل التصوف من جهة الرواية وكانوا يلوحون عليهم يعودون عليهم باللائمة ويلحون في ذلك على أساس أنهم قوم يتجنبون الرواية ويوغلون في التأويلات التي لا تنهض على أساس من علوم الرواية. كان من ذلك الرجل هذا الأمر فحاول أن يجمع بما كان يبدو لكثير من الناس نقيضا أو مشتملا على النقائض، فحل من هذه الزاوية مشكلة ما. والأمر في حقيقة الحال يبدو الآن في مآقبه الجزئية، ولكنه يستحق مداخلة بالمعنى الشامل لهذا المعنى، وعسى أن يفتح الله سبحانه وتعالى ذلك في فرص أخرى إن شاء الله. الإشكالية التي تتوسط هذا الذي عرضته الآن وما سأعرضه لاحقا هي يسموها مسألة الصلة بعلوم التصوف. سنصادف في القراءات فيما تصادفكم
به البيبليوغرافيا الواسعة لعصر السلمي ولشخصه وللمدرسة التي ينتمي إليها معارض كثيرة وكثيرة جدا ينشط فيها خصوم التصوف. خصوم التصوف، التصوف ممثلا في أفراده، ممثلا في بعض مدارسه، ممثلا في كونه تيار من الفكر لما لا. فبالخصوص هذا العصر الذي كان يريد أن يكون عصر التأسيس وعصر التقسيم للمنظومة الفكرية الإسلامية بمفهومها الشامل التي من ركائزها علم التصوف، فواجهوا التصوف بهذه الزاوية وأنكروا أن يكون التصوف علما من علوم الرواية، وأن يكون شريكا من جملة الشركاء في إقامة المنظومة الإسلامية إلى آخره، وراحوا يضربون هذه المنظومة في صميمها بأهلها، قصد بالبارزين من أهلها وبالنافذين من أهلها في العصر الذي عاشوا وعصر الدين المسمى قبل قليل كذلك. فأمثلة ذلك للأسف الشديد البيبليوغرافيا التي عرضها صديقي وأخي، أسماء يحجو بعضها بعضا ويقوم بعضها على بعض ويوافق بعضها بعضا في الإشادة أو ويشنو الإشادة بعبد الرحمن السلمي، وفي طي هذه الإشادات أمور أخرى تقولها بعض المصادر ولا تقولها مصادر أخرى. على سبيل المثال نجد الذهبي وهو أكثر من أرخ للتاريخ الإسلامي من خلال رجاله سير أعلام البلاء مثلا وتذكرة الحفار وما يلتحق بهذين العنوانين، والرجل كان شغوفا بالتاريخ أحيانا على قواعد المؤرخين وأحيانا خارج قواعد التاريخ والمؤرخين، وكان هذا شيء لا موقف لي من الرجل ولكن شيء يستقى ويتلقط من مدونته، فتراه يتناول بعض الأشخاص الذين لا يلقون له من خلال منهجهم ومن خلال توجهاتهم الروحانية، لا بالغزالي لا بالسلمي والغزالي وما إلى ذلك. ففي طي حديثه عن هؤلاء حتى يستميل أو كأنه يستميل متلقيه وقارئه يغلف هذا بأشياء تحسب عليه في حقيقة الحال، وهي المداخل إلى الطعن على هؤلاء الأشخاص أو هذه الشخصيات. في حديثه عن السلمي أشياء كثيرة طيبة رواها لأنه لم يستطع أن يحجب الرواية، وذكرها مسندة إلى أصحابها، فيها ثناء على السلمي وفيها تثمين لمجهوداته وفيها تقييم جيد متى سمح للقارئ أن يقيم غيره، إلا أنه في طي هذه الأمداح إذا صار الجمع هكذا نجد مطاعن على السلمي تحديدا. لما؟ لا لذنب ارتكبه ولا لجرم اقترفه ولا لخطيئة ركبها، ولكن بالنظر إلى نسبته، لأنه كان له رأي معلوم وكان ليخفيه في التصوف وفي الرجال. ففي طي ما كتب هذا وما كتب غيره، وهي سلالة من المفكرين لا يمكن أن ننزع عنهم هذه الصفة، ولكن في حقيقة الحال يذكرون بنصوصهم. في طي إذن ما هي نسبة إليهم، هناك أشياء تستصحب آراءهم الشخصية في التصوف وفي أهله، والحقيقة العلمية كانت تقتضي أن يتجرد الباحث للحقيقة التي يتناولها بعيدا عن انتماءات الأشخاص وعن ميولهم وعن خياراتهم وما إلى ذلك. فإذا أعتقد والله أعلم بالحقيقة أنه إذا صادفتنا في معارض الروايات آراء يتلبس بعضها ببعض، يحسن البعض منها
صفة في المتحدث عنه ثم لا يحسن صفة أخرى في نفس الشخص المتحدث عنه، فأعتقد أن مأتى الأمر هو هكذا. في البيبليوغرافيا الإسلامية هناك مواقف كثيرة تشبه هذا، تذكر للذهبي وتذكر للخطيب البغدادي، وإن كان حسن في بعض الأحيان صورة أبي عبد الرحمن السلمي وذكره على أساس أنه من كبار المحدثين ومن كبار أهل الرواية ومن ذلك. كذلك ابن الجوزي والسلك ابن الجوزي في بعض ما كتبوا وبعض ما أحالوا عليه من جانب حتى البيبليوغرافي أشياء من هذا مأتاها. إن دل الأمر على شيء فإنما يدل على أن عبد الرحمن السلمي على أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه ورضوانه كان قوي الحضور حتى بين أهل الرواية، ولم ينازح هذه المنزلة إلا من كان في فكره، سأقول لوثة لن أخشى اللفظ خذوها بالمعنى العلمي، هذا تفسيرها. ورغم هذا الأمر ورغم سمعة هؤلاء المذكورين الذهبي وغيره ورغم قوة نفوذهم ونفاذهم في مدارج الرواية وفي معارضها، لم يستطيعوا أن يحجبوا عن الأذهان التي جايرت السلمي وعاصرته وعمن تلقى ممن عاصروه أو جايروه تلك الصورة المشرقة التي هي بحمد الله ثابتة إلى يوم الناس هذا. كل شخصية نافذة وبارزة قد تفقد من نفسها الطاقة على الظهور والقدرة على الانتشار في الأوصاف حتى يقيد الله سبحانه وتعالى من يخاصمها ويعاديها فيلفت الأنظار إليها ويحيل على حقيقة من تستطيع ألفاظه وعبارته على الإحالة عليها، لأن كثيرا من مكونات تراثنا البشرية من كثير من المكونات الأصوات الأفراد والجماعات وما إلى ذلك لم تشتغل على حقيقتها هي، ولم تشتغل على البحث عن مكان تحت الشمس كما يقال لسبب يخصها، فجاءت اعتبارات خارج الأشخاص وجاءت اعتبارات خارج العصر وقيد لها من غير أشخاصها ومن غير أصولها من يلفت إليها لفتا حقيقيا ولفتا دقيقا ولفتا صادقا. هذا حصل مع أبي عبد الرحمن السلمي كما حصل مع الغزالي رحمة الله عليه ورضوانه كما حصل سأقول بحكم الانتماء وأحسبكم تغفرون لي هذه الدعوة كما حصل مع كثير من أهل هذا التيار تيار الروحانية الإسلامية. فنستعرض مثلا ما قيل في الغزالي إذا قابلناه بما كان مجهوده في إنتاج العلوم وفي إنتاج الخطابات الهادفة تجد بأن الفرق واسع جدا، كأن الرجل لم يكن معنيا بأن يظهر للناس حقيقته، كأن حقيقته كانت فيما يقوله وكانت في الخطاب الذي ينشئه وكان في الفكر الذي يعمل على صياغته وعلى صناعته وما إلى ذلك، وترك كفالة ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى. فهيئ من الناس من ناب عنه هذا المناد وأظهر حقيقته وعمل على نشر فكره وعلى نشر تراثه وعلى نشر مجهوداته بما لم يستطع هو نفسه أن يفعله. السلمي إذا رجعنا إليه بخطاب وإيلة نجد بأن الناس توزعوا فيه على ثلاثة أصناف. صنف قبله بالكلية من غير مراجعة ومن غير بحث ومن غير استقصاء لحمولة الشخصية ولعمقها ولتأثيرها ولصدقية الخطاب الذي كانت تنشئه وعملت على مشاريع. وصنف نقيض لهذا لم يقبله بالكلية ولم يترخص حتى أو كأنه لم يترخص حتى في توارد اسم السلمي
في الأوساط المعرفية، وقسم ثالث بين هذا وبين ذلك، هي سنة كأنها سنة في الكون، كأنها سنة مع خلق الله سبحانه وتعالى، لأن كمال لله سبحانه وتعالى. أما أن يختلف الناس حول محطة هذا الاختلاف اللافت، وأن يتنازعوا صدقيته لهذا الشكل الذي لا يخلو من حدة، فهذا إذا قرئ الأمر، بل لا أقول بالمقلوب، ولكن من زاوية مخالفة، سيكون علامة الصدقية هي هذه، لأنه لو لم يكن حمال حطار، لو لم يكن صانع إيجابية، لم يلتفت إليه أحد. هذا أولا. ثم ثانيا، ما قدمناه قبل قليل من أن الاعتراضات لم تشوش عليه، ولم تشاغب على سمعته، ولم تحجز بينه وبين المرادين بخطابه. فحقيقة الحال كل خطاب يعني يصنع ويصاب وينشر هكذا على الآفاق، ليس الأمل في ذلك أن يتلقاه كل الناس، ولكن له في خلق الله تعالى مرادين سيصل إليهم مهما كثرت الحواجز، مهما تعددت الحواجز، مهما كان خصوم الأمر، خصوم الخطاب من يعني من حدة ومن قدرة على صناعة الحجوم، فإنهم لن يتمكنوا. وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، فخذ بذاك واحد. وأحسب أن عبد الرحمن السلمي، أن أبا عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله ورضوانه، كان من هذا الصنف من الناس. لابد لنا من عينات من البيبليوغرافيا، من المدونة التي تركها أبو عبد الرحمن السلمي لمحاولة أو زيادة في إيضاح ما نقول. المدونة مدونته كثيرة، يعتقد الذين درسوا السلمي أنها كثيرة جدا، وأن الذي وصل إلينا من حقيقة ميراثه لا يبلغ شيئا كثيرا. فالعناوين المعروفة التي هي معروفة لا خلاف عليها، ما وجدتش واحد شكك في العناوين التي نعرف أنها لأبي عبد الرحمن السلمي، ولكني وجدت بالمقابل إجماعا على أن كثير من تركته لم تصل إلينا لمجموعة من العوامل ولمجموعة من الأسباب، رأسها إذا أحسننا الظن بالناس إنكار الأمر إلى الشفوية، وعدم تدوين أولا المعنى لتركته، ثم عدم اشتغال الناس في الأعقاب على تدوين تراب أسلافهم. ربما يكون سبب كلمة في هذا، ربما تكون أسباب أخرى لا تعنينا كثيرا. الذي يعنينا هو ما معنى من مدونة أبي عبد الرحمن السلمي، يعنيني منها شخصين مثال عنوانان. كتابه في سماه سؤالات، وفي ظني أن التسمية ليست منه، فتلقف المختصون هذه المدونة، وجدوا أن مضمونها مساءلة أبي عبد الرحمن السلمي لأحد كبار شيوخه من أخطاب الحديث، هو الدارقطني، فوضعوا لهذه المدونة اسم سؤالات، وفيه من يقول مساءلات، لكن المضمون غير المختلف عليه. ثم يعنينا كتاب ثاني حقيق بالعناية، هو طبقات الصوفية. وعلى فكرة هذا الكتاب ليس هو كتاب تاريخ الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، هما كتابان مختلفان، لم يختلفا في العنوان فقط، ولكن اختلفا في المادة، يعني في المضمون، وإن كان كلاهما يتناول تراجم الصوفية وما إلى ذلك، يبدو أنه تناول يختلف المنهج، ويختلف في حجم المادة، ويختلف في مضمون زيادة ونقصان. فبخصوص الكتاب الأول، أعجب ممن ينفي عن أبي عبد الرحمن السلمي صفة العلم بالحديث أو صفة العلم برواية الحديث، إذا هو قرأ منيح عن الكتاب، لأنه كتاب في مادته الأساس، في مادته الأساس يجمع مجموعة من المسألات رفعها أبو عبد الرحمن السلمي إلى الدارقطني. يسأله عادة السائلين أنهم يسألون عن جهل، هذا يسأل عن علم،
يسأل عن مادة يعرفها وعلى أساس من قواعد الجرح والتعليل يسأل عن مادة يعرفها ويتوقع أن يجيبه المسؤول وفاقاً لما سأل. هذا لماذا؟ لا أحسبه طرفاً ولا أقوله كذلك، ولكن الرجل يؤكد قدمه الراسخة في علم الحديث ويناهض بل يقابل بل يواجه من ناهض هذه الصفة في مناهضة رجل عالم هادئ شأنه أن يعين على إيضاح الحقائق لا على 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 هدمها. فالكتاب من أساسه من بداياته من أوائله من مداخله الأولى إلى أواخره هذا شأنه، كأنه من جهة يوطن نفسه في أرض الحديث، من جهة أخرى يسهل مساحة القرن الرابع الذي عاشه وكان فيه حيا يرزق في التأسيس مسألة الجرح والتعديل. لا يذكر في علم الله أعلم، أنا أقول لكم قرأت حضرت المادة يعني في وقت لم يكن مسرفي فيها، ولكن هذا الذي اتضح لي من خلال النظر. إذا يسأل سؤال عالم ويعرف كيف يجاب وهو متهيئ إلى أن يجاب إجابة هي في نفسه من معلوماته أو من منجزاته السابقة، ولم يحصل أن فند أحد ممن وقفوا على هذه المدونة هذا الأمر الذي أدعيه الآن. في كتابه في التراجم الصوفية منهجه يقوم على استعراض المكون البشري للتيار الصوفي للمدرسة الصوفية على اختلاف مشاربها وفاقا لمنهج المؤلفين في عصره وممن سبقوه بجيء أو بجيلين ممن استفاد من هذا المنهج. ولكن اللافت في هذا الكتاب حتى نبقى على صلة لموضوع الحديث هو إقامة هذه المدونة على منهج المحدثين يعتمد السند ولا يتلخص فيه كما يصنع المحدثون وهم يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فمثلا ينتقي المادة التي يرويها، وفي ظني أن رجلاً قيد للرواية كما قيد هو كان بإمكانه أن يكتب في هذا الموضوع موسوعات ولا ينتهي ما يكتب، ولكنه انتقى ما كان يراه صالحاً لأن يلقى إلى المتلقين في عصره وفي غير عصره بحسب مختبريات الرواية. في النهاية رجل من شيوخه دارقطني وهو من هو في علوم الحديث، ورجل من تلامذته القشيري ونهيكلي كذلك من أهل الرواية، ومن تلامذته المعدودين في النجباء والمعدودين من ذوي المرجعية الفائقة في علم الحديث البيهقي صاحب السنن، أنا أعجب ممن ينفي عنه الصلة بالحديث، عمن ينفي عنه طول الباع في علم الحديث، ومع ذلك حصل الأمر وفاقا لما قدم به قبل قليل من التعليم. فراح السلمي عليه رحمه الله كان يغادر كل حي، وحل صلته بسلسلة الأحياء على نهاية نحسبها سعيدة، هي نهاية العالم الذي إن غاب شخصه لا يغيب ذكره. أكثر من ذلك بعض خلق الله سبحانه وتعالى ينسحبون من العالم الفيزيائي لكي تظهر للناس صورتهم الحقيقية، وكذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي وناهيك به، وهو شخصية في نهاية وهذه خلاصة الموضوع. لم
لم يعرف أن شخصا سوي المزاج وقوي الشخصية العلمية والصادق الانتماء إلى هذه المظلومة نازع في هذه الصورة التي تشكل مشهدا بين علماء الرواية بصورة شاملة بصورة عامة ورواية الحديث بصورة خاصة. تبقى كلمة لا بد منها عن أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المتصوف الروحاني الذي وإن كانت له قدم راسخة في علوم الرواية لم يتمحض للرواية من حيث هي، ولكنها كانت لديه طريقا إلى ما هو أهم من هذا فباور بيرديمون طريق أقوى من هذا وأثبت قدم من هذا وهو الروحانيات أو علوم الروحانيات. لأن في النهاية العلوم هذه العلوم كانت من الرواية أو كانت في الدراية فهي مجرد وسائط لحقيقة كبرى هي الروح. وأحسب أن الرجل ومن معه من الرعيل الذين تمحضوا لهذا الأمر وضعوا الأمور في نصابها الحقيقي وهو تسخير هذه الآليات وهذه الأدوات وهذه الوسائل للروح وما يدخل في طيها من علوم ومعارف يختص بها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. أشكركم على الاتفاق وغدا على التطويل وأستسمحكم مرة أخرى أني عبرت عن الموضوع عبورا. سلام عليكم. سلام. نشكر الأستاذ الدكتور سيدي ياسين بن عبيد على هذه المداخلة الجميلة وفصيحة، وهذا طبيعي الكلمة نعرفه مشاعر وأديب صاحب ذوق لغوي وذوق فقط، ونشكره على الإفادة السلمي الذي يعني ألف في كلام الحديث وحدث يعني وأطاع الحديث لمن فعل 40 سنة وهو يقرأ الحديث طبعا بسنده هو وليس يقرأه من الكتب بسنده هو إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل في سائر كتبه كدفن من كان في جيله والسابقين، حيث كانوا عندما يتناولون المواضيع المختلفة كانوا يتناولونها بذكر الروايات الشريفة وحتى روايات العلماء السابقين لهم بطريق السند. وهذا كان أبوه مثلا الأصفهاني صاحب حلية الأولياء وهو من كبار يعني الصوفية ومن كبار علماء الحديث في الأمة. لا يشك أحدا أن عندما يذكر الأصفهاني رواية بسندها أن تلك الرواية صحيحة بسندها الكامل، أن تلك حتى خصوم يعني الصوفية مثل ابن تيمية والذهبي لا يستطيعون أن يعني ينكرون هذا. الآن نمر إلى المداخلة المقبلة للدكتورة رشا رابح وعنوانها التأويل الفني للقرآن الكريم عند عبد الرحمن السلمي. كنت فضلت مشكورا. شكرا للسيد الرئيس. أولا أشكر الأستاذ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين إلى جمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كان أتوجه بشكر جزيل لدار النشر المكتبة الفلسفية الصوفية على هذه المبادرة الطيبة، وأتوجه بشكر أيضا لمدير المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور مولاي الذهبي الذي أتاح لنا فرصة الحديث في حضرة هذه المهنية. مداخلتي تأتي تحت عنوان تأويل عرفان القرآن الكريم عند أبي عبد الرحمن السلمي. وقبل أن أشرح في المداخلة استوقفني المعنى الباطني أو التأويل الباطني لهذه الجلسة، فسألت نفسي يعني كيف
لماذا نحن الآن هنا بداية؟ وما الذي جمعنا هنا؟ يعني فوجدتني أجيب نفسي بمقولة الإمام مالك رضي الله عنه: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. يعني أن تقام حولك ندوات في كبرى العاصمة العواصم العالمية في بيروت وفي روما وفي فرنسا والآن في الجزائر العاصمة بعد 1000 سنة من وفاتك، فلا أعتقد أن هذا من باب الصدف أو من العبث، فإن دل على شيء فهو دلالة على مقام هذا الرجل ومدى القبول الذي كتبه الله تعالى له في الأرض، حتى جئنا نحن بعد 1000 سنة لنحيي ذكرى. بالنسبة للمداخلة، يقول لران الأصفهاني: إن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان هو تفسير القرآن وتأويله. فعلم التفسير كما هو معروف من أجل العلوم من حيث تعلقه بكلام الحق تعالى، لذا تكثر علماؤه وتنوعت مناهجه وتعددت مصنفاته ليتعاون علماء الأمة على تفسير كتابهم، كل بحسب اختصاصه العلمي وهمه الحضاري أو قوة استنباطه للمعاني العميقة وشدة فهمه لدقائق النص. فنتج عن هذا عدة أنواع التفسير القرآني، منها التفسير المأثور أو بالرأي، أو التفسير الفقهي، أو التفسير الاجتماعي، أو التفسير اللغوي، أو التفسير العلمي، وغيرها من أنواع التفسير. وفي سياق هذا التنوع يندرج التفسير الإشاري أو التأويل العرفاني أو الذوقي أو الرمزي أو الصوفي، كلها تسميات لمسمى واحد، وهو منهج علماء التصوف في قراءة النص القرآني وفهمه والتعامل معه أو التفاعل مع آياته. هذا النوع من التفسير الذي يعبر من خلاله الصوفي الذي يعيش تجربة الوحي المتجدد حجاب الأحرف والكلمات المخلوقة إلى المعاني الأزلية والأبدية المتجددة والمتجلية مع كل نفس من الأنفاس، يفتح للقارئ آفاق الرحمة مع هذا النص القرآني ويكشف له عن مكنونات جمالية ومكنوزات جلالية غير متناهية لعدم تناهي عجائب هذا النص نفسه. وتتنوع تجارب العارفين في التعاطي مع القرآن الكريم حسب تنوع التجارب العرفانية نفسها، فمن بين هؤلاء الذين منحوا للقارئ فرصة الغوص في هذا الجمال والجلال القرآني هو العارف بالله أبي عبد الرحمن السلمي نيشابور، نسبة إلى محافظة نيشابور، من خلال كتابه حقائق التفسير تفسير القرآن العزيز. وكأنه يشير من خلال عنوانه أنه عبارة عن حقائق لمعاني إلهية لا يكتشفها من يتوقف على ظواهر النصوص وإن يعتكف على تلاوتها وأدمن النظر فيها. واختياره لوصف القرآن بالعزيز على غير ما هو معروف بالقرآن الكريم والقرآن العظيم كأنها إشارة إلى نفاسة وعزة تلك الحقائق وأنها ليست متاحة لكل عابد سبيل. قبل الخروج إلى الحديث عن السلمي، يحسن بنا أن نلقي نظرة حول هذا النوع من التأويل، يعني ماذا نقصد بالتأويل العرفاني، ما هو مفهومه، ما هي ضوابطه بشكل مختصر. الحقيقة التأويل العرفاني لم يكن أو التفسير الإشاري لم يكن وليد نشوء التصوف الإسلامي كما يذهب بعض الباحثين، ولكن نجد أن أولى ملامحه قد تشكلت في زمن النبوة خصوصا مع أهل البيت عليهم السلام كابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن والإمام علي باب مدينة العلم، ليتمهد الطريق في مبادئه أو بشكل أبرز للإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي لا يخلو تفسير من تفاسير القرآن الكريم من أقواله وتفسيراته. وجمعت فيما بعد تفسيرات الإمام جعفر الصادق في مصنف بعنوان كامل التفسير الصوفي العرفاني للقرآن بتحقيق علي زيعور، وتوجد نسخة بالفارسي بتحقيق كاظم قاضي زادي، وللأسف التحقيق الفارسي أكثر جودة من التحقيق العربي. وقد ثبت أن الإمام علي عليه السلام حين سئل: هل خصكم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ فقال: لا، والذي فرق الحبة وبرأ المسمى إلا فهما أعطيه رجل في كتاب الله. ومن انقضى عهد التابعين إلا وبرزت معالم التأويل العرفاني بداية مع الإمام سهل التستري الذي تأهلت أقواله ليتألف منها فيما بعد مصنف مستقل في تفسير القرآن العظيم، وذو النون المصري أيضا الذي نشر له تفسير مختصر بعنوان التفسير العرفاني للقرآن الكريم، وكلا التفسيرين مختصران مختصرين يعني لا يتجاوز الجزء الواحد فقط.
بالإضافة إلى وجود عدة تفسيرات إشارية للعلماء الصوفية مبثوثة في متونهم كالإمام جنيد والحلاج الذي وضع أيضا وضع تفسيرا مختصرا بعنوان خلق خلائق القرآن والاعتبار. أيضا الإمام البستامي، حاتم وحاسبي، شبلي، الإمام ابن عطاء الآدمي الذي ينقل عنه كثيرا السلمي في تفسيره، والذي وصفه الإمام السلمي في طبقاته فقال بأن له لسان في فهم القرآن يختص به. وهذا ابن عطاء الآدمي أيضا أثنى عليه الإمام محمد الغزالي في كتابه الإحياء فقال كانت له ختمة في كل جمعة وختمة كل شهر كل أسبوع وختمة كل شهر، وقال لي ختمة منذ 30 سنة لم أكملها، وهذه هي ختمة تجدد المعاني. وبالتالي الصوفي يترقى في علاقته مع القرآن الكريم من تلاوة القراءة إلى تلاوة التدبر إلى تلاوة التحقق، يفتح صلة معه ومع نص القرآن أو مع المتكلم مباشرة. ومع توسع نطاق هذا النوع من التفسير وما يستبع ذلك من اختلاط للأصيل والتأخير، جاء الإمام سراج الدين الطوسي في القرن 14 ليميز من خلال لمعه كتاب اللمع الخبيث من الطيب. وبحلول القرن 5 أيضا ظهر أول تفسير إشاري مرتبا بعنوان حقائق التفسير للمحقق أبي عبد الرحمن السلمي. ويليه تفسير أكثر اتساعا ودقة هو تفسير الإمام القشيري لطائف الإشارات. وهكذا تتالت الكثير من المبادرات التفسيرية والإبداعات التأويلية من قبل الصوفية، منها تفسير صدر الدين والبهان الشيرازي الباقلي موسوم لعرائس والبيان في حقائق القرآن، وأيضا التأويلات النجمية لنجم الدين كبرى المسمى بصانع الأولياء وهو شيخ السلطان العلماء بهاء ولد مولانا جلال الدين الرومي. أيضا بغية البيان في تفسير القرآن للإمام السهروردي صاحب العوارف، والبحر المدير في تفسير القرآن المجيد لسيد ابن عجيبة الحسني، وغيرها من التفاسير التي تزخر بها المكتبة العرفانية، منها ما وصلنا كالتي ذكرنا، ومنها ما يزال مفقودا كتفسير أبي حامد الغزالي المسمى بياقوت التأويل في تفسير التنزيل يقع في 40 مجددا، وتفسير الشيخ الأكبر من العربي المكون من 64 مجلد تحت عنوان الجمع والتفسير في أسرار معاني التنزيل ذكره عثمان يحيى في ضمن مؤلفات الشيخ الأكبر. ماذا نقصد بالمعنى أو ماذا نقصد بالتأويل العرفاني؟ توظيف المصطلح العرفاني أي معرفة الآفاق والأنفس التي تمثل باب الولوج إلى معرفة الحق تعالى استنادا لرواية من عرف نفسه فقد عرف ربه. وأساس التأويل العرفاني هو نور يقذفه الحق تعالى في قلب من يشاء من عباده المجاهدين في سبيله. نأخذ كمثال لتعريف بهذا النوع من التفسير، تعريف المفسر الصابوني رحمة الله عليه يقول: هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره بإشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم أو تظهر للعارفين بالله أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، فمن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار ممن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد من الآيات الكريمة. التفسير العرفاني مكمل للتفسير الظاهرة وليس ندا لها أو مناقض لها، وهو مضيف معاني جديدة توصل إلى لباب المعاني الظاهرة ويخلق العبارة ليكشف الإشارة. وقد حذر الإمام الألوسي من الخلط بين المنهجين العرفاني والباطني فقال: وأما كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، وذلك من كمال الإيمان ومهد العرفان لا أن الظاهر غير مراد أصلا وإنما المراد الباطن فقط. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ظاهرا وباطنا قبل إحكام التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى البيت قبل أن يجاوز الباب. وبما أن التفسير الإشاري متعلق بأرباب السلوك فهذا يعني أنه يتمحور أساسا حول النفس الإنسانية وتزكيتها وربط آية القرآن الكريم بالمقاصد الأخلاقية والتزكوية، لأن الموضوع موضوع العرفان أساسا هو الإنسان، الموضوع الذي تبعبر حوله علم العرفان هو الإنسان. فالصوفي لا يتعاطى مثلا مع القصص القرآني على أنها وقائع تاريخية وأحداث انتهت بانتهاء
زمانها ومكانها وأفرادها، ومن هدفه فقط الاتعاظ والاعتبار وكأننا نقرأ في كتاب تاريخ. لا، الصوفي يتعاطى مع القرآن على أنه كلام الله المتجدد بمعانيه والمتجدد في كل آن. فالقرآن لقوله الإمام جعفر السابق عليه السلام: لقد تجلى الله تعالى لعباده في كلامه ولكنهم لا يبصرون. فالقرآن الكريم حين يتحدث مثلا عن هامان وفرعون والنمرود وحمالة الحطب وغيرهم من المفسدين ويذكر في خلال ذلك الأنبياء والصالحين، هو في الحقيقة لا يتم التعريف بشخصيات انتهت فعاليتها لتسلية القارئ، وإنما المقصود هو توجيه الإنسان إلى التفتيش بداخله، إلى ذلك الفرعون الصغير الكامل بداخله، وإلى النمرود وإلى هامان كسلوك سني أو سلوك دني يجب إفناؤه، والنظر في خلال ذلك إلى آسيا زوجة سيدنا موسى وإبراهيم وغيرهم من الصالحين كسلوك دني يجب إحياؤه. هكذا يتفاعل الصوفي مع القصص القرآني. طبعاً العلماء وضعوا ضوابط لهذا التأويل العرفاني، فليس مشرعاً لكل عامل سبيل، وإنما وضعوا أربع ضوابط أساسية: الأولى أن لا يناقض معنى الآية، أن يكون معنى صحيحاً في نفسه، أن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. هذه ضوابط الظاهرة التي وضعها العلماء. تستبطن ظاهراً أو تستبطن ضابطاً آخر خفي هو التقوى الشرعية الموجبة للعلم، قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فهناك علوم لا تنال إلا بالأعمال وبالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، فهي مفتاح الفهم عن الحق تعالى، وهي طهارة القلب التي أوجبها علماء الصوفية على كل من يتصدى لتفسير كلام الله تعالى الذي لا يمسه إلا المطهرون. فيقول الإمام محمد الغزالي: فكما لا يصلح للمس جلد المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوته أو تلاوة حروفه كل لسان، ولا لنيل معانيه كل قلب. ففهم القرآن عند الصوفي لا ينتج من عن استنباط المعنى من الدرس في الكتب أو من إعمال العقل في النص، ولا من الرياضة والمجاهدة، ولكن من الرياضة والمجاهدة ليصبح القلب مستعدا لاستقبال الإلهام الرباني. الآن ندخل، طبعا هناك تأصيل شرعي للتأويل العرفاني. هناك بعض الحديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكمل فقه الرجل حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. وقل لي أيضا إن للقرآن
إلى علم خاصة من التفسير الذي حقق التفسير. التفسير الذي لم يقبل في اليابان، وقد لاحظ أستاذ محمد خالد محمد عبده الذي نشر له تفسير سورة يوسف لسلامي وبغلي وفي أن المخطوطات التي رجع إليها في تحقيق سورة يوسف وجد أن هذه المخطوطات كاذبة، والصورة التي ذكرها هي الصورة التي غير موجودة في طبعة كتاب الكتب العلمية، موجودة في المخطوط، وتسير في سورة يوسف. فهذا التسير العام يجب أن يختمه المتخصصون ويخرج للقراء يعني في طبعة لا مشي مسلم تسير تسير أو تسير صورة أخرى يعني كذلك يعني التسير الذي سخرجت من تسير السلمي وتسير ناجع فرصان عليه السلام وتسير النون النسوي وكذلك تسير الحلال كلها استخرجوها من تسير السلمي. وبالنسبة للمسألة الأخيرة التي أشرت إليها دكتورة من ذكر سلمي أن سيدنا موسى عليه السلام توقف في مدينة الفناء يعني ولم يتعداها، كذلك كان الأمر بالنسبة لأمثلة أخرى عند الإمام البقلي والديلمي، وقد نبهت إلى ذلك الدكتورة سعاد الحكيم في تقديمها لكتاب تفسير صوفي صوت يوسف عليه السلام. والواقع أن ما قام نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان إخوانه الأنبياء الذين سبقوه يعني نالوا جميع المراتب التي جاء يعني جاء محققا يا سيدنا رسول الله، فلماذا يأتي لماذا أي جديد أتى رسول الله؟ وعند كلامه الورثة